الذي يحدث هنا؟ في وقتك يا سيد شفيع، أنت سوف تذهب في أروع نزهة شركة على الإطلاق. ماذا قلت؟ نزهة الشركة؟ هذا يعطيني فكرة. هذه أروع نزهة شركة على الإطلاق؟ نعم، نعم هي. استعد يا شفيع، المتعة بدأت للتو. هل هذا ورق حمام الذي نجلس عليه؟ لا تفكر فيه كورق حمام، له آلاف الاستخدامات. هذه واحدة. أظن الأمور ستتحسن بمجرد أن يصل الطعام. أنت محق، ها هو الطعام. ماذا؟ أنت متحير، دعني أريك كيف تفعل. رأيت؟ تفتحها بأسنانك هكذا، أليس ممتعاً؟ وبعد ذلك ارميه حولك مثل الأشياء التي تلقيها. دعني أريك، رمية بعيدة يا سبونج بوب. رمية بعيدة. هذا ممتع جداً. هذا بعيد بما يكفي. لا أسمع ما تقول، لذا ها هو قادم. لم أتوقع هذا. إلى البيت. لا لا، لن تفعل، سوف تجلس معنا هنا وتمتع نفسك حتى يزيد إنتاجك بشكل كبير. يا فتى، رسم الوجه مدهش يا مستر سلطة. دعني أجرب. أنا ولد النظارة. حسناً، بالتأكيد تمتعنا ولعبنا اليوم، لكن ربما تعلمنا شيئاً صغيراً أيضاً عن بعضنا وعن أنفسنا. أظن يجب أن نقول كانت هذه أروع. لا تقولها. أروع نزهة شركة على الإطلاق.